كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في ذكر كل واحد منا والذين ليسوا في ذكرنا الذين رقدوا وتنيوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نيح نفس مثلث الرحمات الأنبا كراس وكل الأسماء التي قدمت على المذبح في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم كلهم في موضع خرة على مرة في فردوس النعيم الموضع الذي حربهم الحزن القلب واتنوت في نور قديسي أبينا أخواتنا الذين رقدوا تنايعوا في الإيمان بالمسيح منذ البات أبينا القديسين رسالة ساقفة أبينا الأساقفة ومعهم فليعطي نياحا لأبينا مثلث الرحمات أبينا الأسقف المكرم الأنبا كراس أبينا القمامسة أبينا القصص وأخواتنا الشمامسة أبينا الرضان بين العلمانيين والنياح كل المسيحيين كي المسيح لنا يليح نفسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة واغفر لنا خطايانا